ندعوك أيها الرب ربنا فهلم لمعونتنا، اسمع طلبتنا واصنع رحمة لأنفسنا. شمابو وبرو روحو حيو قديشو حضلوه شريرو أمين. شلومو وحوبو تحية سلام ومحبة، أحييكم بها أعزائي المشاهدين الكرام مع بداية الحلقة رقم 90 من برنامجنا الكنيسة والعالم. موضوعنا اليوم هو عن الملفان السورياني والقديس العظيم واللاهوتي والملحن والشاعر والموسيقار مار يعقوب السروجي، وذلك بمناسبة مرور 1500 عام بالكمال والتمام، 15 قرن على وفاته عندما توفي عام 521 ميلادية. توفي في 29 من شهر نوفمبر، هذا الشهر الذي نحن به. ودعونا أيها الأحباء أن نرى نتاج بعض الفنانين في هذا القرن بترتيلة عن مار يعقوب السروجي. الشماسة المبدعة والمرتلة ريا بنت الخوري دكتور يوسف البنا، أقول لها أبدعتي يا ابنتنا العزيزة، ونوجه لك تحية من خلال هذا البرنامج على هذا الإبداع في
الترتيلة العطرة التي سنتحدث عنها في برنامجنا هذا. أعزائي المشاهدين، أحبائي، البشر بصورة عامة أنواع، وأنا قدرت أميز ثلاث أنواع: الناس الاعتياديون، هم الذين يعيشون حياتهم على الأرض وما أحد يسمع بهم، يعيشون ويموتون وليس لهم ذكر من بعدهم. النوع الثاني من البشر هم المتميزون، يذكرهم الجيل الذي يعيشون به بسبب أعمالهم الطيبة وأخلاقهم الرفيعة وأعمالهم وخدماتهم الآنية الصالحة لذلك الجيل الذي يعيشون به، فيذكرون لفترة ذلك الجيل فقط، ثم ينتسون من الجيل الذي بعده. هؤلاء هم المتميزون. أما النوع الثالث من البشر فهم الخالدون. الخالدون ينتجون نتاجات خالدة، خالدة يعني تبقى مدر العصور ما تموت، ويذكرها التاريخ وتفتخر بها الأجيال كلها من بعد ذلك الخالد وعبر العصور. وخير مثل على هؤلاء الرجال هو شفيعنا وقديسنا الذي نحتفل به اليوم، مار يعقوب السروجي، الذي أثر بنا عبر 15 قرن بحيث نذكره اليوم. لماذا نذكره؟ كان معلما ومرشدا ولاهوتيا وشاعرا وملحنا، اهتم ببشارة الخلاص. كل هذه المواهب التي يملكها سخرها لنشر بشارة الخلاص بالموهبة التي أعطيت له من الله، ونحن نذكره لأن ربنا قال لنا في الكتاب المقدس بالرسالة إلى العبرانيين الفصل 13 العدد 7، يقول الكتاب المقدس: اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الله بشارة الخلاص. انظروا إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم، خلي يكونون قدوة لكم بالإيمان. لهذا مار يعقوب السروجي كان مرشد لنا ل15 قرن، وعلينا أن نترجم إرشاده إلى جميع لغات العالم إن كنا نستطيع. أرشدنا بلغة المسيح، اللغة السريانية العذبة، وعلينا أن نترجم ما أرشدنا به إلى العربية والإنجليزية ولغات العالم، ونحن نفتخر بهذا العظيم أمام العالم كله. نحن نفتخر أمام أمريكا وأوروبا وآسيا لأنه أرشد العالم ببشارة الخلاص، ورفض الكنيسة بألحانه العذبة وصلوات وميامر وحكم. أعزائي، عنوان برنامجنا هذا الكنيسة والعالم أنا أخذته من مار يعقوب السروجي، فالسروجي له فضل كبير على برنامجنا الكنيسة والعالم الذي وصلنا اليوم به إلى الحلقة رقم 90،
وقد ذكرت هذا بالتفصيل في الحلقة الأولى، أن عنوان برنامجنا مقتبس من عناوين وضعها القديس مار يعقوب السروجي، وسأريكم كيف. دون شك أريكم بالسلايدات، وهذا السلايد الأول الحلقة 90. اليوم هو 7 نوفمبر 2020، وبعد 9 أيام راح تجينا الذكرى 1500 سنة على وفاته. والرسام أبدع هنا في ريشته برسامة مار يعقوب السروجي، وكتب قاديشود مار يعقوب السروج، سانت جاكوب أوف سروج، الملفان العظيم مار يعقوب السروجي. كلمة سروج هي اسم مدينة، مدينة سروج، وقد تكون قرية سروج. هاي خارطة، ونشوف نصيبين هنا في جنوب تركيا، وفي سوريا يسموا القامشلي بجنبه، وأيضا ماردين للذين أتوا من ماردين، وهنا الرها أورفا. فسروج تقع تحت أورفا 30 أو 40 كيلومتر تحت أورفا، وبغرب سروج أكو مدينة مشهورة اليوم غازي عنتاب. فللذي يريد أن يعرف أين تقع سروج، من أين جاء السروجي، جاء من هذه البقعة اللي هي كم كيلومتر شمال سوريا، وهاي الحسكة أيضا هنا تظهر بالصورة. نرجع إلى مسألة كيف اخترنا عنوان برنامجنا الكنيسة والعالم من مار يعقوب السروجي. الحقيقة اللي ساعدنا في هذا الأمر هو المثلث الرحمة، قداسة البطريرك يعقوب الثالث. فيعقوب الثالث البطريرك الخالد العلامة يعقوب الثالث وضع كتاب سمانه اللآلئ المنثورة في الأقوال المأثورة، وهي منتخبات من الأدب السرياني من ما قاله يعقوب السروجي. وعندما وصل في الصفحة 90 من كتابه سيدنا الله يرحمه يعقوب الثالث، في هذه الصفحة وضع ما كتبه يعقوب السروجي عنوان عيته وعلمه الكنيسة والعالم، وشرح لنا مار يعقوب السروجي عن الكنيسة ودع الناس للمجيء إلى الكنيسة. فأنا اخترت عنوان الكنيسة والعالم ليكون عنوانا لبرنامجنا الكنيسة والعالم. أيضا أحبائي، اليوم سنلتقي مع 4 من علماء السريان، وسيحدثون عن مار يعقوب السروجي. وقبل أن نبدأ بالشخصية الأولى التي ستحدثنا عن مار يعقوب السروجي، أود أن أذكر أيضا أنه وضعنا لوجو أو عنوان لبرنامجنا، وهو قورينالوخ اللي كتبه مار يعقوب السروجي. قورينالوخ مريو موران تلعذرونا، وهذه صلوات موجودة في كنائسنا، نصليها دائما في صلوات الأسبوع. هذه اختص بها مار يعقوب السروجي،
ووضع لون من بحار الموسيقى السريانية. هذا البحر اسمه الاثني عشري. الاثني عشر قورن اللخ، هاي أربعة، مريم وران تلعذران ثمانية، قورن اللخ مريم وران تلعذران صاروا 12، شمع بعوثان وعبد رحمة على نفشوثان. قسم الكلمات إلى 12 قسم، فأصبح بحر جديد في الموسيقى السريانية. وراح أشوفكم التقاسيم هذه، وقلنا هوني مقدمة الحلقات الموسيقية والكلمات واللحن القديس مار يعقوب السروجي أحد العلماء السريان المبدعين، وضع ألحان رائعة على البحر الاثني عشري، يعني 12 حركة، واختص بهذا اللون من بحار الموسيقى السريانية، وملأ كتاب الصلوات الأسبوعي الإشحيم من كلماته وأشعاره. ماذا تعني 12؟ قورينا لخمر يومورن تلعذرونا. شوفوا شون تقسمت، قو ري نان لوخ أربعة، مور يو مو ران صاروا 8، تول عذ رو نان صاروا 12، وهكذا البعد أيضا 12، شمع بو عو ثان وع بذ رح مي عل نف شو ثان. فكل أشعاره اللي وضعها في الإشحيم هي كانت على وزن الاثني عشر. وهذا يعني ندعوك أيها الرب ربنا فهلم لمعونتنا، اسمع طلبتنا واصنع رحمة لأنفسنا. أعزائي المشاهدين، نبدأ مع الشخصية الأولى التي سنحاورها اليوم، وهو نيافة الحبر الجليل مار قلينيس أو جين قبلان، مطران أبرشية غرب أمريكا. ومن أجل كسب الوقت تعالوا معي الآن نذهب إلى كاليفورنيا، إلى بوربانك، إلى دار المطرانية العامرة، ونسأل سيدنا عن هذا القديس العظيم. بارخ مور سيدنا مور قلينيس أوغين قبلان، أشكرك لأن تكون ضيفنا اليوم في برنامج الكنيسة والعالم. موضوعنا الرسمي هو مرور 1500 سنة على القديس العظيم مار يعقوب السروجي. سيدنا أرجو أن تحكي لنا وتحكي لآلاف المشاهدين اللي يريدوا يسمعوا من هو مار يعقوب السروجي من حضرتك. بارخ مور سيدنا، تفضل. أرد بارك أبونا، صباح الخير إلك وللمشاهدين، وأضيف ألفي على البرنامج يا أبونا، ودائما يحطك أنت تكون نبراس حتى تزيع على آباء الكنيسة وتاريخ الكنيسة وميت الكنيسة السريانية. الكل حتى يقدروا يشوفوا ويعرفوا الكنيسة على ما هي عليه من أمجاد. شكرا كثير أبونا لاستضافتك إلي، وإن شاء الله يعني بهالعجالة ما واحد يقدر يكون أي شيء يعطيه في حقه يعني، لكن خاصة مثل واحد من آباء الكنيسة العظام مار يعقوب السروجي، اللي هو أخذ اللقب كنارة الروح القدس وقتالة الروح القدس، اللي ما أعطيها فقط أعطي لداود في العهد القديم ومار أفرام في العهد الجديد، وهو بس كمان أعطي هالثلاثة بس أخذوا هاللقب، وهو مكان الكنيسة المعروف. فمن هيك نحن مثل ما قال مار بولس الرسول برسالته إلى العبرانيين، اذكروا مشديكم الذين كلموكم بكلمة الله
انظروا الى نعاس رأسهم واقتدوا بإيمانهم. هالكلمات الحلوة نحن نريد نحن كمان نذكر مار يعقوب السروجي اللي أعطى للكنيسة أكثر من 769 ميمر، اللي هدول معروفين وغير معروفين ظاهرا ما معروفين بعد، واللي هو أعطى هالزخم الكبير للكنيسة والعقيدة الكنسية السريانية. فنحن حتى ناخذ بركة القديس وحتى يسمعوا كمان يقتدوا فيه وياخذوا البركة ويمجد اسم الرب في القديسين، نحن هلا قبل الإمكان نقدر نعطي نفع عن حياته. وطبعا نحن عم نحكي عليه دائما نطلب شفاعته وشفاعة القديسين، وهذا الطلب انه نطلب صلواته انه الله يقدر يعطينا يفتح لنا ذهننا نقدر نفهم كلمة الرب كما فهمها هو مار يعقوب السروجي. امين امين. مار يعقوب السروجي ابونا يعني معروف هو من مواليد قرية اسمها قرطة بالتركي، قرطة اللي هي من اعمال السروج العاقب على ضفة الفرات قرطة. وبعدين اللي هو مواليده كان سنة 451 في وقت الانشقاق الحاد عصب بالكنيسة. 451 معروف الانشقاق اللي صار بين الشرق والغرب، أثر الطبيعة والطبيعتين، أثر المجمع الخلدوني اللي صار. طبعا أبوه كان كاهن، أمه كانت عاقرة، لكن مثل ناس مؤمنين صلوا للرب والله عطاهم رزقهم طفل، وكان هالطفل عجوبة زمان وفريق زمان. أبوه لقبوه باسم يعقوب، بلغ هو عمره 3 سنين حسب القصة هنا. أمه أخذته للكنيسة، وفي قصتين بهالموضوع. أثناء صلاة المضحي لوي يصل القداس لكلمة مضحي لوي، يعني الوقت اللي هو بيحل الروح القدس على الأسرار. نعم. على ما يبدو مار يعقوب وهو من 3 سنين شاب كملات بالمتبع اللي ناس ما كان شافوه في وقتها، فنزل بلحظة وشاف صفوف المصلين وراح نحو المذبح. ولما بلغ طلع عند مائدة الحياة يقول في بعض القصص من الملاك فتح يديه وعطاه بإناء مي، فأخذ منه 3 مرات شرب منه، وهي كانت موهبة الروح القدس اللي أخذها هو من 3 سنين. آمين. فهون لما صارت هاي الناس اندهشوا، يعني لأنه هاللحظات هي لحظات رهيبة في حضور الروح القدس. كل الناس بوقته بزمانه كانوا يعرفوا شو هو الحدث، فكانوا كانوا برهبة. ولما رجع عم يشوفوا كهالة من نوره كان صار على وشه، وكل كان انبسط بهالولد الصغير اللي طلع من وراح للمذبح ورجع بعدين عدم. هاي كانت باتورة حياته الروحية والأدبية، موهبة الروح القدس اللي هو أخذها من الصغار. وطبعا لما يكون هو من صغير أخذ الروح القدس وعارف مملوء من الروح القدس، بلش يقول ينظم هو كمان. كان عمره تقريبا 12 سنة، بلش يقول قصائد موهوبة من الروح القدس، قصائد بديعة شعرية فريدة بوقته بهالصغر، انه انعم الله عليه بواسطة الروح القدس انه يقول هالاشعار والقصائد. والقصائد كانت روحية. هو بنفسه في بيت شعر قالوا عن نفسه، قال كد يبتولي لو يو دعوي مونو نسبي، أي لما منحتني إياها منحتني هالموهبة
لم أبقى، لم أعرف ماذا منتم. هو شديد عين ثم أوصف لي كابلو فرايم. والآن وبعد ما عرفت زدني منها أضعافا كثيرة. طبعا لما صار عمري 15 سنة ترقى. يعني لما يكون إنسان مثل مملوك من الروح القدس دائما يلتمس الأمور الروحية، فكان الشيء الروحي الكثير اللي هو كان بعقله ذهنه الروح القدس اللي عباه وحشاه ومار يعقوب بعد ما صار راهب وبلش بتفسير كلام الرب بشعر عجيب، وصلت أخباره إلى أساقطة المناطق، يعني المطارين الموجودين بالمنطقة تبعه والمناطق الحواليه. ولما سمعوا أشعاره في منهم قالوا لازم نروح نشوف هذا، شو هو هذا الشيء اللي عم يعطينا جديد على كلمة الرب. فقاموا راحوا لعنده، وبوقتها كان صار 22، يعني صار كاهن، عملوه كاهن. فأخذوه للكنيسة وطلبوا منه، انه في بالكنيسة كان في صورة حزقيال، رؤية حزقيال اللي شاف المركبة النارية والرب عليها. فقالوا انه يقول لهم اي شيء، يرتجل اي شيء على هالصورة. فارتجل الراهب يعقوب قصيدته المشهورة على مركبة حسقيال اللي قال رومو يوفب على مركبة دوم باسيو لث ما لنبي نبرو تهرو عراب الضفر. أيها السامي الرفيع الجالس على المركبة المتعالية لتنطق بكلمة العجب عن عظمتك، واسترسل فيها. ولما كانوا طبعا الناس، بعض الناس يقولوا هاي كانت بمدينة بطنان التابعة لسروج، سروج بعيدة من أورفا الحالية 46 كيلو متر اللي هي ما تقارب 29 مايل. فأقروا بالشعرية وطلبوا منه مثل ما يكون. والشيء صريح فيه يا أبونا، لما هو كان يحكي بشعره على المركبة النارية حاله تغير لحدث بده يصير بآمة ديار بكر. ديار بكر المعروف اليوم بتركيا بده يصير فيها مذبحة وحادثة كتير عظيمة. فبلش يقول على الدماء وعلى الحادثة اللي بدها تصير. فقالوا له انت طلعت على الموضوع. فرجع مرة ثانية كمل على المركبة، لكن بعد سنين شو اللي قالوا على هذيك المدينة صار. شكرا جزيلا سيدنا، الله يديم حياتك على هذا التوضيح. سيدنا يا ريت تحكي لنا عن مكانة هذا القديس العظيم في كنيستنا السريانية الأرثوذكسية، وأمنياتك وتطلعاتك للمستقبل، ماذا يجب أن يعمل من أجل هؤلاء القديسين. بارخ مور سيدنا، تفضل. شكرا أبونا. بالمناسبة لازم أعرف مار يعقوب السروجي والبطر ماس يوريوس لنقاطي المعروف بتاج السديان، أنه التقوا بمناسبات لأنه بنفس العصر كان. التقى مرة ماس يوريوس، أحكي هالقصة، التقى ماس يوريوس بمار يعقوب السروجي. هذه المرة كان كاهن طبعا، أعجب بموهبته الشعرية. فراكب خصم سأله سؤال، مارسيموس قال له كيف يكون الله فوق الكل وتحت الكل وداخل الكل وفي الكل وخارج الكل. هي أخذها من مار بولس رسول رسالته لأفسس
اللي يقول إله واب واحد يقول الذي على الكل وبالكل وبكل الكون، يعني أخذ من هنيك وسأل السؤال، فقال أجبني ببراهين طبيعية ملموسة، هو يقبل العقل، ما يعقول قلبه، إن الله كان فوق الكل كالرأس الذي هو فوق الجميع جميع الأعضاء، به ترتبط الحياة وتحتها الأعضاء، وهو تحت الكل كالرجلين اللتين تحملان ثقل الجسم كله، وبدونهما لا يستطيع أن يخطو خطوة واحدة الإنسان، وهو داخل الكل كروحانية النفس المستدرة وغير المنظورة، وهو خارج الكل كالعقل الذي يحدق وليس له حدود، وهو في الكل كالنفس الكائنة في جميع أعضاء الجسم جسم الإنسان. عظيم عظيم. ولا يمكنه أن يحيا بدونه، هكذا هو الله، فوق وتحت وداخل وخارج وبكل. آمين. لما سمع ماسيو اليوس اللي قالوا قالوا حقا إن الحكمة التي فيك هي من الروح القدس. آمين. آمين. يعني ما هو دعاه بتاج السريان. من دعا سيدنا؟ ماسيو اليوس. نعم. هو دعاه بتاج السريان. بينما نحن نقول عن مارسيل اليوس تاج السريان، لكن هو من أخذ هذا اللقب. هو ما صار أسقف أبونا بس هذا الأسقفية سنة و11 و29 نوفمبر 521 انتقل من الحياة. يعني نحن عندنا في نوفمبر، يعني بعد كم يوم. نعم نعم. هو يوم انتقال القديس ويصير له 1500 سنة على انتقال، وهو رباطه موجودة هلا في هيكل خاص في مدينة ديالبكر، مكتوب عليه أشحبته بوريا عقود دستور. سيدنا مكانته في الكنيسة السريانية، ومكانته في الكنيسة السريانية أعطته لقب البيع السريانية، لقبته كمار يعقوب، لقبته ملتان الكنيسة على سبيل الإطلاق، كنارة الروح الإله أو الروح القدس، وهذا في مثل ما قلت ما أعطيت إلا لداود ولمارة فرنسيان، قتالة البيع الأرثوذكسية، إكليل الملاذدة، زينة وفخر الكنيسة وما شابه. الكنيسة وجدت له 763 قصيدة لمار يعقوب نسخوها الرابان مباشرة، هو كان يبكي كان يبقيها ينتجنها وهن كان يكتب في قصيدة من قصيداته اللي هو قال كان تصل بيوتا 3000 بيت قصيدة واحدة، ما كان قصائد كبيرة 3000 بيت، وهو أعطاه وزن خاص، هالوزن دعية باسمه الوزن 12 أي براسي رويو، هذا نمط مار يعقوب السلوكي، ونحن بالكنيسة اللي قدر ما أخذ من تفاسيره كثير من تفاسيره موجودة في صلواتنا اليومية، وتفاسيره تكون شرح روحي عميق للكتاب المقدس في عهدين القديم والجديد، مدح فيها العذراء مريم والأنبياء والرسل والشهداء والقديسين، وكتب الكثير من قصائد الحمد والشكر للرب، عنده غير القصائد في عنده رسائل موجهة لناس سألوا هو رد عليهم، وفي عنده ليتورجيتين للقداس، وفي عنده طقس للعمال، وعنده ترانيم، وسيرة من النساء حنانية مثلا ودانيال، وكثير من الصلوات التقصير نصليها في معقل إلى يومنا هذا هي من تأليف مار يعقوب، ونحن نفتخر فيه.
عظيم. سيدنا ما تبقى هو ما هي أمنياتك ونحن نعيش في القرن 21؟ ما هي أمنياتك لأن نعمل من أجل هؤلاء القديسين؟ أبونا أمنياتي أن أبنائنا يقروا كتب الآباء. أمنيتي أنه لا يطلعوا بتفاسير اللي هلا اللي عم نشوفها على الإنترنت وغيره اللي هي ما تروي ذرة أي عشاق، لأنه هي أرضية من حكم وفلسفة ومنطقية، لكن الآباء كان يقولوا لنا إياه واسطة الروح القدس، من وحي الروح القدس، أي من وحي الله نفسه اللي هو لي بعرض كلمته كيف يلي نعرف كلمته. هالشي ما بنقدر نحن نعرف كلمة الرب إلا بواسطة الروح القدس، وهذه كانت من توحيد فيها الآباء كما يعقوب السروجي. فمن هيك توصيتي لأبناء الكنيسة إنه كل تفاسير وبكل شرح أو قال أو وعظ حد يرجعوا بكتب الآباء. في شيء مار يعقوب ما موجود عند الآباء الثانيين، مثلا مار يعقوب بوقته اللي هو كان في خضم الخصومات اللاهوتية ما كان يتطرق لأمور إلا الروحية اللي هي تودي الإنسان للسماء. يقول هذا الجدال جدال عقيم على الكلمات وعلى ما منطق أرضي، وهذا كان يبتعد عنه كليا. فنحن كمان بدل ما يعني شاحنا طاقتنا وشحننا العقل الذهني بدل ما نحطه على تفاسير على كلمات على جدال عقيم، خلي نحط في ذهننا كيف نقدر نصل للرب يسوع المسيح ونكون معه في السماء. الله يديم حياتك سيدنا، الله يديم حياتك. كلمات من ذهب هذه أسمعها. شكرا جزيلا سيدنا. أطلب من الرب يسوع أن يمنحك الصحة جيدة والعمر المديد، وتبقى نبراسا في كنيستنا السريانية لنشر بشارة الخلاص. شكرا سيدنا. الرب يبارك فيك ويبارك بالسامعين، والله يحط نعمته بكل الكنيسة، أبناء الكنيسة اللي يعرفوا الآباء الكنيسة. رب أعزائي المشاهدين، باسمي وباسم البرنامج وباسمكم جميعا نشكر سيدنا على هذا الكلام العطر. ننتقل من أمريكا ونذهب إلى لبنان، حيث اتصلنا بعالم آخر من كنيستنا السريانية الأرثوذكسية، ألا وهو نيافة الحبر الجليل المطران روجيه أخرس من لبنان، وطلبنا منه أن يحدثنا عن ما موجود في دائرة الدراسات السريانية Bureau of Syriac Studies or Department of Syriac Studies. طلبنا من ضيفنا الثاني سيدنا روجيه أخرس من لبنان أن يحدثنا باعتباره مسؤولا في كنيستنا السريانية عن دائرة الدراسات السريانية، أن يحدثنا عن ما موجود في دائرة الدراسات السريانية عن الملفان العظيم مار يعقوب السروجي. تفضل سعيدنا. شلون؟ الله معكم أحبائي. اليوم حابب أحكي لكم عن ما فعلته دائرة الدراسات السريانية من أجل القديس مار يعقوب السروجي اللي عم نحتفل هالسنة بذكرى 1500 سنة على رفاته.
منذ تأسيس دائرة الدراسات السريانية بالبطريركية السريانية الأنطاكية، أنشأت موقع إلكتروني وضعت فيه مواد تخص التراث السرياني وبوابتها حسب المواضيع. أحد هالأبواب يخص أباء الكنيسة، يلي فيه أباء الكنيسة الشرقية السريان واليونان وأباء الكنيسة الغربية اللاتين. بالأباء الشرقيين السريان ممكن الواحد أن يدخل وأن يجد كل ما يمكن أن ينشر على الموقع ويخص مار يعقوب السروجي بالأخص باللغة العربية والسريانية. إذا عندنا الميامر، يعني القصائد اللي كتبها مار يعقوب السروجي، وضعناها بالترجمة العربية اللي عملها الأب بهنام سوني مع ترجمات أخرى لمواعظ عملها مار يعقوب السروجي والرسائل اللي كتبها أيضا بترجماتها. وممكن الواحد يطالع النص السرياني الأصلي ويمكن أن يطالع الترجمات. بالإضافة إلى ذلك، بسنة 2017 كنت مع الأخ عماد سرياني قد نشرنا 160 ميمر جديد لم يكن منشور سابقا لمار يعقوب السروجي. ال 160 ميمر موجودين بمخطوطات متفرقة حول العالم، أغلبها وأهمها بالبطريركية السريانية لدينا، من مخطوطات مكتوبة بالقرون الوسطى، يعني عم نحكي بالقرن الحادي عشر، الثاني عشر والثالث عشر، لأهم المخطوطات اللي كانت موجودة. عملنا طبعا أبحاث، شفنا شو كان منشور وشو غير منشور، واستبقنا هالذكرى المئوية الخامسة عشر بأنه بسنة 2017 أصدرنا هالمجلدين يلي ممكن نشوفهم هون حدنا، مجلدين لمار يعقوب السروجي فيهم 160 إذا قصيدة جديدة لم تكن منشورة. ومن هال 160 قصيدة كمان دايرة الدراسات حاليا مع الأخ عماد سرياني، راح تنشر 14 ميمر مترجم إلى اللغة العربية، ترجمهم الأخ الإكليريكي عماد سرياني إلى اللغة العربية، ودايرة الدراسات من أمران راح تهتم بنشره. بالإضافة إلى مؤتمر سوف يعقد بأربعة كانون الأول 2021 في مطرانيتنا في نيو جيرسي، وهالمؤتمر رح يشاركوا فيه باحثين أجانب وشرقيين يتحدثوا فيه عن مار يعقوب السروجي. حوالي 10 مداخلات رح تكون موجودة من مستشرقين و يعني كليروس سرياني وماروني مشارك معنا بهذا المؤتمر. بالإضافة إلى النشاطات الأخرى حول العالم اللي عم تشارك فيها كنيستنا، إن كانت مؤتمرات دولية أو محاضرات أو برامج عم تعرض على سوبورو تي في، نتمنى من الكل إنه يتابع ويعرف أكثر عن هذا القديس يلي بتفتخر فيه كنيستنا السريانية الأرثوذكسية. شكرا جزيلا يا سيدنا روجي أخرس. الرب يسوع يبارك بيك ويديمك لخدمة كنيستنا السريانية الأرثوذكسية، وأيضا كإداري وعالم ناجح في دائرة الدراسات السريانية التي نفتخر بها جميعنا. أعزائي المشاهدين، ننتقل الآن إلى ضيف ثالث. هذا الضيف هو من الكنيسة السريانية الكاثوليكية الشقيقة، هو الخوري إسقف الدكتور الملفان بهنام سوني الذي ذكره سيدنا روجي أخرس، ونحن نذكره بكل فخر واعتزاز لأنه أخذ شهادة الدكتوراه في اختصاص مار يعقوب السروج. هذا الملفان بهنام سوني حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة أوروبية بعمله الرائع الذي ترجم فيه
مئات الميامر لمار يعقوب السروجي. أيضا أحبائي أود أن أشكر عزيزنا الغالي عصام ياقوب الذي يساعدنا الآن في عملية البث المباشر من قرقوش. سنذهب إلى العراق الآن إلى قرقوش، وهناك يساعدنا عصام ياقو أستاذ اللغة السريانية الذي يتعب كثيرا، والذي لا بد لي أن أهنئه على كتابه الذي صدر نور السريان، وهنا يقدم نسخة منه إلى نيافة المطران صليب شمعون، وبحضور الأب بهنام سوني. أهنيك يا عصام وأشجعك وأقول استمر في العطاء في خدمة أبناء الكنائس في تعليم اللغة السريانية. أعزائي الآن نذهب إلى قرقوش لنحاور أبونا الخوري إسقف الدكتور الملفان بهنام سوني. أرحب بيك أبونا الخور إسقف الدكتور الملفان ملفونو بهنام سوني في برنامجنا الكنيسة والعالم، أنت على الهواء، تفضل. أشكرك يا أبونا الخوري الملفونو، وأشكر برنامجك الرائع الكنيسة والعالم، ونشكر ونحترم سماع المشاهدين والسامعين لهذا البرنامج الإنساني الحلو. الله يديمك أبونا. أبونا العزيز، الحقيقة أنا متأثر جدا بالعمل العظيم اللي قمت بينه في ترجمة ميامر مار يعقوب السروجي، وحصولك على شهادة الدكتوراه في هذا العمل العظيم. فسؤالنا الأول هو أن تحكي لنا عن عمل الأطروحة، ومنو قدمت هذه الأطروحة، وما هي فصولها، وكيف كانت فكرتها، ونكون ممنونين تجاوبنا على هذا السؤال الأول. اتفضل يا ملفونو بهنام سوني. يعني ذكرتني بالزمان الماضي الشباب. أنا في روما درست في معهد الآباء باثولوجيا سيريكا في المعهد الأغسطيني التابع لجامعة يوحنا لاتيران في إيطاليا، وهذا المعهد هو اختصاصي بباثولوجيا سيريكا خاصة اللاتينية واليونانية. وبعد 4 سنوات من الدراسة سويت ليسانس قمت الميزي عند مار يعقوب السريجي، ونجحت نجاحا جميلا، وكتبت الأطروحة في الليسانس في الفرنسية. وبعد سنة أخذت شهادة في دكتوراه بمار يعقوب السروجي الملفان الذي هو فخر البيعة، فخر البيعة بمؤلفة، فخر البيعة بتواضعه، فخر البيعة بذكائه، وفخر البيعة أيضا بحياة الروحية. وعنوت المخطوحة السريانية ملفونوثو يعقوب تصروخ على بريتو وفرنوشو لا دكتين لجاك ساروك في الكرياسيو في الأنثروبولوجي. والأطروحة طبعت بأهلها في روما سنة 1989، وهذه هي الأطروحة. أذكر الله بعدي عندي نسخة ما ضاعت لأنه
نعرف بأنه قبل كم سنة بطيبة خربت بيوتها ونسفت وأحرقت مكتباتها. أبونا بلا زحمة عليك، ارفع الكتاب هذا الأطروحة شوية لفوق واقرأ لنا العنوان مال أطروحة الدكتورة هذه. أقرأها مرة ثانية. من أنوثو يعقوب دسروغ على بريتو وبرنوشو لا دكترين بجاك ساروغ جدا خياسيون اي الانثروبولوجي ومبنية للطروحة على تقريبا كل مؤلفات مار يعقوب خاصة الميمر المرقب 71 حسب طبعة الأب بنجان طبعا في المكتوبات الميمر له أرقام مختلفة. أبونا عزيزي ليش اخترت مار يعقوب السروجي وكتاباته في أطروحتك؟ أولا يعقوب هو قديم من القرن الخامس إلى آباء الكنيسة إلى القرن السادس يعتبر آباء المؤلفين، أما بعد هذا فيعتبر يعني الكنيسة صار إلى نوعا ما يعني طريق سهل معبد. فيعقوب من البداية هو من المؤلفين القدامى، يعني كلما كان المؤلف قديم كلما كان مؤلفاته مهمة للأطروحة. وإذا واحد ما كان يشتغل على الموضوع ذاك الوقت الأطروحة حصلت، فأنا اشتغلت على مار يعقوب في صعوبته. والحمد لله أتقن السريانية لما خلقني، يعني نحن في بيت في بطيئة نتكلم السريانية وطبعا الدراسة، فقال ما هو بس يعني لفظي هو حقيقي. وأحب اللغة السريانية لأن اختصاصي في أبالك في المخطوطات، يا ما سميت كتالوجات المخطوطات عندنا. فأقول السريانية أنا يعني سبحت في بحره وحاولت أن أستخلص هالآلة الفظيعة الرائعة الإنسانية. أبونا عزيزي هل قسمت أطروحتك إلى فصول مثلا؟ أكيد قسمتها طبعا طرف الاستراتيجية من الأقارح في أوروبا هي خاضعة مثل العقلية الأوروبية، يعني ما هو بالضبط الكلام فقط، هي أولا المقدمة مع أناليز مع ايضا مع نقد كريتيك اوتوكريتيك. وبعد المقدمه اخذت اكيدا النصف المقدمه هي الله، الخلقه، شو معنى الخلقه، شو معنى العمل، الله عمل او الله خلق. وبعدين بعد الله والخلقه الانسان، كيف صار الانسان وكيف صار الانسان دائما حسب معلومات يعقوب. ولا ننسى يعقوب في القرن الخامس كانت المعلومات اللاهوتية نوعا ما واضحة، وعنده أشياء أوريجينال مهمة رائعة. يعقوب عنده أشياء رائعة في الأوريجينال فيه، ولهذا له قيمة. بعدين حكيت عن الإنسان، الإنسان ككائن كصورة الله، أهمية الصورة عنده مهمة جدا. قلنا يقنو اليوناني أيكون، يقنو مهمة جدا عند يعقوب. وهو مؤلفاته هي تقريبا الانسان يعتبره نفس وجسد، نادر ما يعتبره ثلاثة تريبارتيت، لان صعب نعرف تقسيم الانسان حسب اليونان الاكثرية يعتبره ثلاثة، نفس جسد وروح اوكي وفرق بالصومة، بينما يعقوب يميل الى افران الذي شرقين صورة عامة اللاهوت الاسيوي. أطراف جماعته من الإنسان هو نفس الجسد، لكن بعض مرات أيضا له حق أن يستعمل الترتيب الثلاثي للإنسان. بعدين الحرية، عن الحرية فظيعة حكيت عن الحرية حسب يعقوب دائما. بعدين المسؤولية، بعدين شلون الإنسان يعني عمل الإنسان ممكن أن العمل الشخصي ممكن أن يتوزع أن يأثر على الجماعة. الرئيس يغلط الجماعة تسعة بعض مرة الثمن، ولا هو يأكل الحصن الأضرار طرد ضرط الأطفال ما تتألم، لكن أيضا في اللاهوت أكو بعض مرات أفعال شخصية ولا نتيجة على الأكثرية، وهذا ما نسميه الخطيئة
على الهودنة كان رائعة. نعم. آدم نعم. غلط وأخطأ على الجميع. نعم. ربي يسلوك دائما منطقي، يعني مو عاطفة. نعرف نحن شرقيين بالمنطق وبالعبادة وبالصلاة كويسين، لكن إن يكون نقد لازم يكون نفتح صدرنا للنقد. آمين. أبونا العزيز ملفونو بهنام سوني، إلى أي جامعة قدمت أطروحة الدكتوراه وما اسم الجامعة اللي منحتك الدكتوراه؟ الجامعة هاي بونتيفيتا باللاتين أونيفرسيتاس لا فرنسيس إنستيتوتو باتريستيكوم أوغسطينيانو، اختصاصية بالآداب. والجامعة كانت يعني لما فتحت انا من الاولين من الطلاب الاولين في هذه الجامعه، الاولين يعني تاريخيا، وطرحوا لي يعني انا اول كان الطيب، اول كان من بغداد، يعني رحت الى بيروت للدراسات الاكاديميه الشريانيه ايضا الشرقيه وايضا دمجوميه الدراسات مالنا في اشياء خاصه كويس. إنسان متفتح لكل شيء. عظيم. أبونا العزيز ملفونو بهنام سوني، نحن أمام علامة خالد اسمه القديس مار يعقوب السروجي، اللي نسمع كتب ميامر عظيمة كثيرة، وأنت كان لك حصة عظيمة في هذا العمل، حصلت على شهادة دكتوراه وترجمت ميامر عديدة لهذا الملفان العظيم. أنا والمشاهدين نسألك يا ملفونو بهنام، ميامر مار يعقوب السروجي هل نقدر نقسمها إلى أجزاء متنوعة أم هي مجرد ميمر رقم واحد قال فلان شيء، ميمر رقم مئة قال فلان شيء وهكذا؟ أرجو أن تحكي لنا عن الميامر بصورة عامة، تفضل يا ملفونو. أنا الموضوع الشيق أكيدا في المخطوطات القديمة، يعني المؤلفين يعني كان يتنبوا يحطوا مثلا الفصل الأول الإصحاح الثاني، كان مثل ما يقال، وما كان يوزعه ابدا، اي كان يعني اي كان الاسلوب في القرن الخامس السادس كان صعب جدا ان يذكر كل شيء. فالمؤلف كان يتقن الكتاب المقدس، بس ما كان يقول غير ادب وغير فصل. فالميامر السنوتي انا من ترتيب الميامر 219 ميامر، يعني القسم الأكبر من ميامر المطبوعة طبعا، هناك ميامر مخطوطة لم تصل إليها بعد يدي، لأنه أكيد صعب وحيدة المكاتب بغير لا أريد. ففي الميامر أنا أنتوي مقدمة لكل ميامر، هو وما كنت كتب أيضا مقدمة أنتوي ميامر، كل كم فيرس كم يعني نص حطيت كل شعب كل بيت شعب صدر وعادل حطيت واحد أيضا معمولة أمام بيض المخطوطات، وهذا ما يستاهل حتى تسويه بالفاينت من السكتب نور بالفاينت ايه الكلمه اللي عجبك تشوفها، فسهلت كثير. وكل ما يمر اعطيته وجزاته حسب الموضوع، مثلا المقدمه، بعدين مثلا يحكي عن الله، بعدين يحكي عن الانسان، بعدين يحكي عن الطب، بعدين يحكي عن الحكماء، بعدين يحكي عن الفلسفه، بعدين يحكي نقد، بعدين يحكي مدح. فهي كلها كل ما يبغى نسوي هالشكل قسمتوه، هذا الشيء رائع. لازم واحد يكون عنده نسخه من هالميامر، ومع الاسف الميامر النسخ مال الميامر معقوله جدا، ينفع تتكلم كثير خمس اجزاء. فهذا نسويه بهي نعمه كبيره، ربنا اعطاني القوه حتى اسهل للباحث اللي يسوي اطروحه ويدخل الى عالم يعقوب السروجي وما يامره كلمه ميمره ولا بالسرياني مقاله من قال يقولوا. حتى في العراق عندنا أغنية عن ميمر وعن ميمر، يعني كلنا سريانية، يعني الشعر الذي يعتبر بنا الميمر. السرياني ما يسوي يعقوب، ما يسميه البوئيت بوئيتو، ما يسوي شعر، يسوي بس أمور القوال. وعندنا عند أخوتنا اليزيديين عندنا الليتورجية مال الموسيقى يسمونه القوال،
الذي كان يدق الشبابة والمزمار بين هو قواد وشعر، فما يعمر فيها من كل المواضيع. هو رجل دين لا ننسى، ما دخل بالأشياء يعني العلمية البحتة، لكن كان يخلط كان انسيكلوبيديا يخلط كل شيء. عنده ميامر العظاء، مريم مخطوطية لمريم العظاء، وأبدع فيها، أبدع في ما يمر عن عظاء مريم، وأعطانا كل شيء كان معروف في وقته، حتى الأشياء التقليدية، حتى الكتب لا توكريت يعني التي ما هي مقبولة كلاهوت كرسمية، لكن أيضا لاهوت شعبي، التقوى الشعبوية، يعقوب حطهية أعطانا هي في الميامر. وهذا للباحث مثلي او مثلك او غير من يقرا ميمر بيشوف الاشياء يفرح ويصفق، لانه يعقوب ما اخفى شيء، اعطى كل المعلومات التي تساعد البحث في ميامر. ولانه كان يقول يا ربي ميامر بعد روحي ان لا يبعث بها انسان ولا يقولوني سيدنا في الخطوط، كان يخاف، كان يخاف ذاك الوقت المؤلف الحقيقي كان يخاف، كان يكون حذر جدا، يخاف ان لا يقول ما لا يقوله. عظيم عظيم. ابونا العزيز، ابونا ملفونو بهنام سوني، من دون شك هذا كلامك راح ينقل عبر الهواء، عبر وسائل التواصل الاجتماعي الى كل من يريد ان يسمع في بقاع العالم. ودون شك يوجد الكثيرين في العالم لم يسمعوا بمار يعقوب السروجي لحد الآن، وهذه فرصة عظيمة أن نسألك كيف تصف مار يعقوب السروجي بكلماتك الخاصة لعالمنا اليوم؟ كيف تنقل سمعته وصورته وعلمه بكلماتك الخاصة وتقدمه إلى عالم اليوم؟ تفضل ملفون. يبدو الصوت ما وصلك أبونا، تفضل. فآخر جملة ذكرتوها لأنه صار في عقبه على المحيط، هو أوقيانوس وصيام، هو أوقيانوس ومحيط، أكيد المحيط لأنه كثير كثير. فعنده جملة كويسة أنا بقصتها بيعقوب، يقول أنا كلمتي هي كلمة فائدة للجميع، ما يقول كلام إذا ما ينفع شيء كويس. حلو. أنا كلمته رائعة رائعة رائعة. يقول هل الذي يحب الثقافة والذي لا يحب، يقول للناقد يقول للمحيط الكلمة ملتو إدغاو غاو نويتو، غاو يعني الداخلي الجواني، غاو بين غاو نويتو هي عمومية في الجميع. وما أقوله يا ربي يكون من أجلك، يعني يكون يذكر مزمور، مزمور يقول سأوت نفسي سأوت وألف الذي يصبر وألف لنا ضمير، قل لا لنا المجد يا رب لا لنا لكن باسمك. آمين 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 آمين. ملفونو دكتور بهنام سوني، سؤالنا الأخير لهذه الحلقة هو: ما هي أمنياتك للمستقبل فيما يخص هؤلاء الخالدين يعقوب السروجي وأمثاله؟ ماذا تريد من كنائسنا الرسولية أن تفعل من مقترحات وأمنيات لهؤلاء العظماء؟ تفضل ملفون. أنا يعجبني أذكر فرصة ماكسيم، نبذة حلوة وبسيطة تقول هي باختصارية تقول الكثير. كنكوف في المخطوطات قالوا 13 من وعد، قال أنتم ما ضايعة، قال الجماعة، لأننا نكون الجماعة الصبية مارس نتيجة طاديل أو الموسط أو العراق كالإنسان، كلها كانت تقول لا فخرة للبيعة
إلا بكثرة الكتب. خلاف السرياني في راية على الدولة. نعم. شبهو زعيتو نوئي ذهب إنو سوو نخروبه. فأظن الكتاب ما يعني بها به الكتاب ورق الإسلام يعني منطقة تملك فكر الإنسانية كلها. فما يعقوب اشتغل الفكر عمره كله حقيقة. حقيقة كل عمره اشتغل الفكر. وفرح بالفكر ما فرق يوم الأبدا. بعض مرات كان يتأذن يدخل لنا الشيء ويحكي لكن الناس ما يسمعوني. هل كان يتأذن؟ لكن الفكر دائما هو الغالب. فيعقوب هو أولا قديس مرحوم للمسيح يعني رسول الله من أولياء الله تعالى في خدمته في طيبته في تواضعه أيضا وفي ذكائه وفي تعبه. يعني كان يتعب كان يقول بشوف يعني السامعين ترى وين وصلنا الغيمار حتى نكمله ثاني يوم يعني ما كان أبطال أبطال. فأيضا يعقوب في الكنيسة حاليا تمدح كل الكنائس يعني كل المارونية والسريانية واللاتينية يعني سوى المسيرة الأطروحة تويتر الفرنسي بعد ما كانت بعد ما الكمبيوتر حتى الخط السرياني حطيته ترانسليشن يعني حطيته بالفرنسي النصوص السريانية ما حطيته باللغة السريانية كان كتب كثير كان داخل المحل. فهل امرأة راهبة قديسة من البنتكتان قالت يا ابونا انا صرت سريانية بواسطة يعقوب السرج يعني شافت القراءات نادوا فرحة كثير دي فرحة دي مو عدد يا شيخ علي وعدد يمكن ان تكون واحدة كل انسان يكون واحد بروح واحد مع الله تعالى. امين امين. فانا عمر يعقوب هو قديس الكلي يقدسه ونطلب شفاعته ومثل ما هو ايضا بوقته كان يمدح الاخسر كان يمدح احرام فنحن ايضا من حقنا ان نمدحه وبالنهايه المدح هو الفكر يا الله تعالى. فهذا هو امل يعقوب. ومن امل تكون كلمه ملائكه مالنا كلمه علماء مالنا تكون غايته من خدمه الانسان لصحه الانسان الروحيه ايضا الماديه والجسديه للتقدم. يعقوب كان يتقدم كان يغضب التقدم كان يقول النظريات التقدميه في وقته. الجليل مثلا كان يتعلم النظريه اليونانيه الفلاني يتحرك الفلاني يتحرك البلاء هي يقول البلاء نفس البلاء هذا يعقوب حاجه ليعقوب كثير في الوقت. امين امين. ابونا نشكرك جزيل الشكر على هذه الكلمات العطره اللي سمعناها منك وباسم برنامجنا الكنيسه والعالم نهنيك على عملك الرائع في حقل الكنيسه وحصولك على شهاده الدكتوراه بميامر مار يعقوب السروجي. نطلب من الرب يسوع ان يمنحك الصحه الجيده والعمر المديد وشكرا جزيلا على مشاركتك في هذه الحلقة اللي اليوم نحتفل بمرور 1500 عام على وفاة هذا القديس العظيم. أعزائي المشاهدين وصلنا إلى ضيفنا الأخير الرابع لهذا اليوم ألا وهو أخونا العزيز الخوري الدكتور يوسف الصيفان البناء. تعالوا معي نذهب إلى لندن للقاء أبونا يوسف اللي راح نسأله بسرعة ونقول يا أبونا احكي لنا شوية عن مار أفرام. سمعت أشكال وضيوف قبلك وأيضا احكي لنا على الترتيلة الرائعة اللي وضعت أنت وضعت كلماته اللي سمعنا بنتك ريا ترتلها في بداية هذه الحلقة. احكي لنا عن الموضوعين. أهلا وسهلا بك أبونا يوسف أنت على الهواء تفضل. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. امين. اشكر الرب اولا على نعمه واضلاله علينا واقدم الشكر
للضيوف الكرام الذين سبقوني في كلام هذا اليوم، وإلى المتابعين المباركين عشاق الكلمة الناصعة ومتذوقي اللحن المنعش في بيعة الثريان في كل مكان. والشكر لك يا أبونا الغالي على هذا البرنامج والنهج الذي سلكته في إنارة وسائل التواصل الاجتماعي لتكون منابر لنشر كنوز الثقافة السريانية في الكنيسة المقدسة. أسس الله بيعته المقدسة على صخرة الإيمان الحق، ووعدها بالبقاء معها إلى الأبد، فلن تقهرها قوات الجحيم، وجعل لها من الملافنة القديسين والرعاة المدبرين والملهمين بروح الله القدوس أعمدة راسخة تثبت أركانها بوجه العواصف الهوجاء بأنواعها. واليوم نحن في هذا البرنامج الرائع واللقاء الثريد الذي نستذكر فيه سيرة وعطاء الملفان العبقري الفذ مار يعقوب السروجي، الذي طلع نجمه الساطع في سماء البيعة السريانية في القرن الخامس الميلادي، وانبرى علماء الكنيسة السريانية المقدسة كمشاعل وقادة للحضارة الآرامية السريانية وحركتها الفكرية المتفجرة في القرن العشرين، لينير بعطائه الجيل الصاعد. ورأيت أن تكون مشاركتي المتواضعة القصيرة هذا اليوم في اتجاهين بارزين أعطر خلالهما حديثا بعبق من روح ملفانين عبقريين نبغا وتألقا في تقديم مار يعقوب السروجي الملفان بكل أصالته وعطائه لمؤمني الكنيسة، هما أفرام برصوم وبولس بهنا. آمين. قداسة المثلث الرحمة مار إغناطيوس أفرام الأول برصوم، موسوعة العلم والمعرفة ومنارة القداسة والروحانية ورائد النهضة الكنسية السريانية في القرن العشرين، استلهمت من روحه العطرة ما كتب عن مار يعقوب السروجي في مؤلفه النفيس اللؤلؤ المنثور، كي أصيغ نفحات الترتيل التي أعددتها عن الملفان السروجي. ومشكورا عرضتها يا أبونا الغالي في بداية هذه الحلقة، وأراها نفحة عطر عذب في المروج السرياني للناطقين بالعربية. وأشكر الرب أني قدمت ولو نقطة مضيئة في أيقونة سريانية خالدة وساحرة عنوانها مار يعقوب السروجي الملفان، أبدعها عباقرة الكنيسة الميامين في كتاباتهم عن الملفان السروجي، أيقونة تطرز التراث السرياني وتقدم للسريان عبر الأجيال، تقدم للسريان عبر الأجيال درة نفيسة ترصع تاج الفكر والمثابرة والعطاء لدى السريان. آمين 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 يا أبونا.
أبونا يوسف. الحقيقة هذا ما أول شعر أو قصيدة تخليها بالكنيسة، إنما أنا رصدت لك 63 قصيدة متنوعة أو 63 ترتيلة متنوعة في كنيستنا السريانية. الرب يديمك ويحفظك. كمل أبونا. والمثال العبقري الثاني هو المثلث الرحمة مار غريغوريوس بولوس بيهنام، الله يرحمه، العندليب الملائكي المغرد على المنابر الروحانية والأدب، والمبدع الألمعي الذي دبج في إحدى نتاجاته الرائعة مكانة وسمو مار يعقوب السروجي الملثان في الكنيسة السريانية الأرثوذكسية. وكعادته ينطلق محلقا في سماء الأدبيات الروحانية، فيصف ولادة السروجي وكأن يد الله قد كونت طفلا معجزة وأسقطته على الأرض قيثارة ذهبية للروح القدس، وهي أن يد الله تربط أوتار هذه القيثارة وتودع فيها أنغاما لاهبة من عالم الحقيقة من الملأ الأعلى، وتصوغها هدية سماوية للكنيسة حبيبة يسوع لتنعش لياليها المظلمة كالقمر يتلألأ بنوره في كبد السماء. الله الله. وتشحن العزائم يوم تثور حولها زوابع الشر وأعاصير الهرطقات. نعم. وكما غرد الملثان بولس بيهنام في إهدائه مؤلفه الرائع خمائل الريحان للسروجي الملثان، أود أن أنهي مشاركتي هذه بإهداء نفحات هذه الترتيلة إلى قيثارة السماء التي أضرمت أرواح السريان بأنغامها اللاهبة، إلى الملثان الناري الذي سكب النور إلى قلوب المؤمنين في أرجاء الكون، إلى الملثان العبقري مار يعقوب السروجي، كنارة الروح القدس الذي سما بشعره شامخا جنديلا وطارت قصائده دون جناح إلى السماء وصولا. بشراك يعقوب، بشراك يعقوب شفيع بيعتنا، ميامرك نجد بكرة وأصيلا. الله الله. هذه الترتيلة الوليدة وضع لحنها الأخ الموسيقار المبدع راني العزيز، ورتلتها الحنجرة الملائكية لابنة ريا مع إخراج مميز للمحبوب فرح الشماني مقدمة لأجيال السريان، مقدمة لأجيال السريان كي تتناغى بها حناجر المرتلين وهم يرددون ويستذكرون الميامر الخالدة لهذا الملثان الألمعي. وشكرا. الله يديم حياتك يا أبونا ويحفظك على هذا الإبداع. شكرا جزيلا لمشاركتك، وأطلب من الرب يسوع أن يمنحك الصحة الجيدة والعمر المديد. أعزائي المشاهدين الكرام، انتهينا من
لقاء ضيوفنا الأعزاء، وعلى مدى 3-4 دقائق أريد أن أعرض عليكم ما صنعه بعض المؤلفون من كتب خاصة عن الملفان العظيم، وذكروه، ويأتي في مقدمتهم مقدمة المبدعون عن مار يعقوب السروجي، البطريرك الخالد وباني النهضة في القرن العشرين، العلامة أفرام الأول برصوم في كتابه اللؤلؤ المنثور، وأيضا العلامة الآخر الذي أبدع في تقديم مار يعقوب السروجي، البطريرك الخالد العلامة يعقوب الثالث في كتابه هبة الإيمان أو الملفان مار يعقوب السروجي اسقف بطنان، وأيضا المبدع المؤلف الآخر العلامة مار غريغوريوس بولس بهنام الذي ألف كتاب خمائل الريحان أو أرثوذكسية مار يعقوب السروجي الملفان. أعزائي أيضا نستذكر بعض الكتب مثل عظمة الإنسان عند القديس مار يعقوب السروجي، إعداد القمص تادرس يعقوب مالطي كتاب عن مار يعقوب، وكتاب آخر عن مار يعقوب السروجي، ومجموعة كتب، وأيضا هذه كتب مار يعقوب السروجي موجودة على جوجل بصيغة PDF تقدرون تقرأها، كتاب ابن الله العجيب، كتاب درب الخلاص من آدم إلى نوح، كتاب يونان النبي والنداء إلى نينوى، عظمة الإنسان عند مار يعقوب، كتاب عن عيد الأبيفانيا عند القديس مار يعقوب، كتاب أناشيد مفرحة عن عيد الميلاد، مختارات من قصائد مار يعقوب، كتاب آخر يعقوب السروجي التراث السرياني بقلم دكتور بولس الفغالي، كنارة الروح وقيثارة البيعة، حياته ومؤلفاته وفكره، أيضا تقديم ونشر غريغوريوس يوحنا إبراهيم، نطلب من الرب أن يعيده بالسلامة إلى أبرشيته وإلى كنيسته، حيث مر عليه أكثر من 7 سنوات مختطف، ندعو الرب يسوع أن يفك أسره، مختارات من قصائد مار يعقوب اسقف، سروج الملفان 521 ترجمها من السريانية إلى العربية مار ملاطيوس برنابا متروبوليت حمص وحما وتوابعها للسريان الأرثوذكس الله يرحمه، هبة الإيمان مرة أخرى، وهذه صورة بريشة الفنان أحد فنانين الكنيسة. أحبائي نختم هذه الحلقة ونقول شلومو أحوبه، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة 91، وجاءنا كتابات كثيرة وتعليقات من أبنائنا الناطقين بالإنجليزية في كنائسنا في أمريكا أن نخصص حلقة خاصة عن مار يعقوب وباقي آباء الكنيسة الملافنة، وأن تبث باللغة الإنجليزية لتصبح استفادة إلى كل الناطقين بالإنجليزية، إن شاء الله نلبي هذا الطلب. إلى أن يحين موعد
الحلقة 91 من برنامجنا الكنيسة والعالم، أستودعكم الرب يسوع وأقول شلوم وحوبه، وننهي بنفس الموسيقى وبنفس الميمر قارن انلوخ مور يومور انتو العذرون. ننهي هذه الحلقة والرب معكم.